الإفتاء توضح حكم التردد في قطع نية صيام التطوع. كشفت دار الإفتاء المصرية حكم التردد في قطع نية صيام التطوع، جاء ذلك ردا على سؤال يقول: نويت الصيام نفلا ثم قررت أن أفطر، ثم عدت فقررت أن أصوم، ثم أذن الظهر وأنا على ذلك، ثم قررت أن أكمل الصيام ولم أكن قد أكلت شيئا، فهل أستطيع إكمال الصيام؟ الجواب: نعم، يمكنك إكمال الصوم ما دمت لم تتناول طعاما ولا شرابا ولا شيئا من المفطرات، فمجرد التردد في قطع نية الصوم والخروج منه لا يبطل صوم التطوع.